بينك سر عند الله، بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه أول خطوة من خطوات تعلم تفسير القرآن الكريم، وهو معرفة معاني كلمات القرآن ومفرداته. سنبدأ بإذن الله السلسلة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وأول ما نبدأ به الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة أي أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى طلبا للحفظ والحماية من الشيطان الرجيم. الرجيم أي المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى والمبعد عنها. بسم الله أي أبدأ مستعينا بسم الله ومتباركا باسمه. الحمد لله أي صفات الكمال والجلال والعظمة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومقابله سبحان الله أي كل صفات النقص وكل المعايب منفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن كل ما لا يليق بجلاله. الرب الخالق المالك المتصرف المربي لعباده بنعمه وأقداره. العالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. الرحيم الذي اختص المؤمنين بمزيد من رحمته. الرحيم الذي اختص المؤمنين بمزيد من الرحمة. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد أي وحدك نخصك بالعبادة، فلا نصرف أي أنواع من أنواع العبودية من طاعة وحب وخوف ورجاء إلا لك وحدك. إياك نستعين أي لا نعتمد إلا عليك يا الله في كل شيء. اهدنا أي بين لنا ووفقنا الصراط المستقيم، الطريق الذي لا عوج فيه، الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعمت عليهم بالهداية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا طريق الذين غضبت عليهم بسبب اقترافهم للكفر والشرك كاليهود والنصارى الذين علموا الحق فلم يتبعوه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله على خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من واسع فضله، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه سبحانه وتعالى. هل لك سر عند الله، بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى؟